نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية، نستهلها بأبرز العناوين. جلسات الحوار تبدأ بقصر المؤتمرات بعد يوم حافل بالتعثرات والمعارضة تصر على حكومة التوافق. وفاة شخصين من عمال سليم في نواذيبو في حادث عمل، هو الثاني خلال أسبوع. سكان الفلانية يشكون غياب البنى التحتية ويطالبون بتنفيذ الوعود. وفي النشرة أيضا تتابعون: المدينة المنجمية الأولى هي الأنظف داخل البلاد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت قبل قليل بقصر المؤتمرات أولى جلسات الحوار الذي يجمع قطبي المعارضة والأغلبية، وقد أشرف على افتتاح جلسات الحوار وزير الاتصال ممثلا للحكومة. وبهذه المناسبة ألقى رئيس وفد المنتدى يحيى والأحمد الوغف كلمة، نتابع مقتطفا منها. أيها السادة والسيدات، إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قررنا أن نتفاعل إيجابيا مع دعوة الحوار هذه بكل انفتاح واستعداد، ولكن بكل وضوح وصرامة وتشبث بما يخدم التحول الديمقراطي الحقيقي ويتجاوز الأشكال إلى المضامين والحلول الجزئية إلى المقاربات الكلية التي تفضي إلى حالة ديمقراطية سليمة لا تكون الدولة فيها طرفا ولا تسخر المرافق العمومية فيها لصالح جهة من الجهات. ومن المنتظر أن تسفر هذه الجلسات عن اتفاق يفضي إلى رئاسيات توافقية. وكان ميكروفون الوطنية قد التقى بعض المشاركين في الحوار. نحن في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أبدينا كل الاستعداد والحرص في نفس الوقت على هذا الحوار باعتباره الآلية الأمثل للخروج بالبلاد من هذه الأزمة التي تتخبط فيها منذ رطح من الزمن. بالتأكيد نحن جادون ومستعدون لحوار جاد، لكننا في نفس الوقت نحتاج من الطرف الآخر لما يطمئن على جديته واستعداده للتنازلات من أجل الوطن، لأننا في هذه المرحلة ما نحتاجه هو أن يتنازل كل من جانبه لمصلحة موريتانيا ولمصلحة الديمقراطية، وكلنا أمل في ذلك إن شاء الله. بالعام لدينا هو التفاؤل، نحن في لدينا تفاؤل كبير بأن هذا الحوار سيقدم حلا حقيقيا للمشكل الذي يعاني منه البلد اليوم، وهو مشكل سياسي، بأن البلد يقترب من انتخابات رئاسية مهمة ستحدد مصير البلاد خلال السنوات الخمسة، وأنه إلى حد الآن لم يقع اتفاق على هذه الانتخابات. ما نود هو الحصول على توافق سياسي يمكننا من إجراء هذه الانتخابات في جو نقي خالي من التجاذب السياسي. وفي سياق ذي صلة، أنهت مناسقية أحزاب المعارضة خلافها الذي كاد يعصف بالمنتدى، حيث اتفقت في النهاية على 3 أعضاء يمثلونها. وقد ارتأت المناسقية إفادة هذه الشخصيات بدل الفريق الأول، لأن الفريق المذكور كان قد شارك في جلسات الحوار الماضي، كما مثل المجتمع المدني بشخصيات دبلوماسية ونقابية. وعن إرهاصات اللحظات الأخيرة قبل أولى الجلسات نتابع التقرير التالي. ما إن تخطى وفدا الأغلبية والمنتدى عقبة كؤودا كادت أن تعصف بحوارهم المزمع، حتى خرجت لهما من بين ركام الماضي المثقل بعدم الثقة والحاضر الملبد بلاءات وذيب الشهيرة قصة أخرى كادت أن تجهض حلم البحث عما يذيب جليد الانتخابات الرئاسية المقبلة. فبعد تأخير أولى جلسات الحوار لساعات، تحدثت مصادر من المنتدى عن خلافات داخل أحزاب المنسقية بسبب فشل رؤسائها في حسم من سيرافق المولود للحوار، وما كان موضع اتفاق لاحقا ما يشي بأن رياح الخلافات لا توجد بعيد من كتلة المنسقية أكبر تشكيلات سياسية داخل المنتدى. الأغلبية الداعمة لولي عبد العزيز تذهب إلى الحوار محملة بما يعتبر شروطا مسبقة كان الرئيس قد تحدث عنها في مؤتمره الصحفي الأخير في نواذيبو، ما يجعل إمكانية تقديمها لتنازلات المنتدى لن يقبل بأقل منها شبه مستحيل ما لم يطرأ جديد. هي إذن محمدة الحوار المطلوب بين أي فرقاء سياسيين، لكنها تبقى حبرا على ورق ما لم تحمل في طياتها أكثر من النوايا الحسنة وابتسامات الصور التي تخفي الكثير في ذناياها، إلا أن تغييرات قد تحدث بين الفينة والأخرى تؤدي إلى توافقات إيجابية تبقى ملاذ البسطاء من الذين ملوا وعود الساسة وأهل السياسة.
وللوقوف أكثر على حيثيات الحوار معي في الاستديو القيادي في التكتل ومسؤول الإعلام الدكتور الإمام أحمد والمحمد، أهلا وسهلا بك. اليوم انطلقت قاطرة الحوار بينكم والأغلبية، ما هي الأمال التي تعلقونها عليها بداية؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. أمال جسام، احنا جزء لا يتجزأ من الوطن، وكيف الوطن وكيف الشعب الموريتاني كامل نحلمه بالاستقرار وبالديمقراطية وبالحرية وبالعدالة وبالعدالة الاجتماعية، وعليه طالبنا والبعض منا يطالب بهذا الأمر من اللي زها 20 زاد على 20 سنة. فم رغبة وفم استعداد وفم نية صادقة من طرفنا، وظهر لي مولانا أن اللي ناقصة إذا واحدة ما تصفق، اللي ناقصة لا يعود الزر الآخر، عنده نفس الاهتمام وعنده نفس النية، وهذا هو اللي راجين وهذا اللي على أساسه جينا اليوم. نعم، أنتم كنتم تنسفون المناسقية والمنتدى بموقفكم وما أشيع عن انسحابكم من الحوار، ما هو التطور الذي جعلكم تشاركون وبقوة؟ نريد توضيحا دقيقا. ما هذا لا أساس له من الصحة أخي العزيز. لكن أنتم في البداية، أنتم في البداية رفضتم الدخول، أنتم كحزب التكتل. لا 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 لا، هذا لا أساس له من الصحة. ولا نقول لك نعم، حزب التكتل ارتأى إن المنسقية لحقوها قرعتها من في المنتدى، ياك نعوض الضباط مثلا ننزل اللغة الشعبية. نعم، قرعتها في هذا الوفد رقاجين، والحمد لله المنسقية عدة أحزاب، 11 حزب تقريبا، وعليه قلنا احنا الحمد لله قد شاركنا في عدة امور، وقد مثلنا المنسقية في عدة امور، وكان فيه نوع من رجعنا شوي اللي ورياك يجبر زملائنا في المنسقية فرصة. هذا هو كل ما في الامر، والاشخاص اللي قال يامس انه لا يمثل المنسقية وعقبوا مثلوه اشخاص اخرين، اذا كامل ذا اللي يامس ذا اللي اليوم يمثلنا، يمثل التكتل، ونعتبره في التكتل اني لامشي رقاج واحد من المنتدى الصقع كامل يمثلنا كاملين، والعاد اللي من المنسقية طبعا. جميل. الرئيس أحمد ولدادة رئيس حزب التكتل قال في مقابلة صحفية إنه لا يمكن المضي في حوار لا يسفر عن حكومة توافقية، هل ما زلتم عند هذا المطلب؟ هذا المطلب ما هو للتكتل وحده، ولا هو للرئيس أحمد ولدادة وحده. ثم سمعتوا خطاب، إذا أنتم لا تعطون بانتخابات ما لم تكن هناك حكومة توافقية. إحنا كتلة سياسية. نعم. عندنا تصور. نعم. وعندنا رؤية. نعم. ونعانوا من أحادية الطرف الآخر. ونعانوا من الانسدادات ومن الأزمات السياسية. نعتبره هذا هو طرحنا احنا. يا غيران الليلة قد نقول أنا ماني معدل معك الحوار الليلة، ولا أنا معدل قاعد مع أحد. نعم. حوار معدل جماعة رأي شرقص المؤتمرات. نعم. لا يناقش هذا، كل شيء قابل للنقاش وكل شيء ينقبل فيه هذا هو طرحنا احنا. نعم. الله اللي مولانا إن الجماعة يعني من طرح يمكن أن تتنازلوا عن هذا المطلب. الجماعة اللي مشات مؤتمنة. نعم. وماشية من عند جماعة زاد يوم اللي مؤتمنة مؤمن هذا الشعب اللي تمثل اللي هو منتدى الديمقراطية والوحدة. نعم. وعليه ما فهم حد حاس يكون حاس مسؤوليته، مسؤولية كبيرة مطروحة علينا كاملين، وهذا التصور اللي عندنا تصور. نعم. وإحنا واضحنا ولهن ناقشوهم على الجانب الآخر، راجي من عند مولانا إن شاء الله، لأن الجماعة كاملة توصل. نعم. للحلول إن شاء الله. نعم. هنا يتساءل البعض عن لاءات الرئيس عبد العزيز المعروفة ولاءاتكم أنتم أيضا معروفة، كيف توفقون بين هذه اللاءات؟ أنا ظاهر لي مولانا أن العاقب يقول لا 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 هو إحنا. نعم. إحنا ما على بأس، أنا بعد ما حسب علمي أن عندنا طرح ولياسر ولياسر من الزمن وتشكل المنتدى وقبض حكما ذاك التصور اللي ذاك، وزادوا طبعا بنقاط أخرى ووسعوا به للمنتدى متشعب الحمد لله وغني باللي فيه من الخلق. ما عندنا احنا نظرتنا ما هي لائية، ما نعرف كانت العبارة صالحة ولا هي ولا هي ولا هي ولا هي ولا هي سلبية. احنا نقول موريتاني فاصلة في هذا اللي ما يخلق لا يتم الكرة لا تنعل. نعم. لا يتم في دائرة مغلقة إلين ما نتقدموا شور توافق وطني لا يفضي إلى حل نتوافق عليه الناس كاملة، ونخلوا عنا مشكلة الانتخابات جانبا، تعود عادة أوتوماتيكية، تعود الانتخابات عاد تخلق ما عقد حد فيها نواصيه ولا كدر حد، ونتائجها تجي بردا وسلاما على الناس كاملة، اللي نجح نجح واللي يقول المعارضة يقول المعارضة، ونديروا طاقات البلد وطاقاته الصا كامله البشريه والماديه وخيراته نديروها مصلحته مصلحه الشعب في الصحه في التنميه. اذا انتم متفائلون بنتائج التعليم؟ لو كنا ما لنا متفائلين اصلا ما نمشي شهر. احنا متفائلين، ولكن نعتبر ايضا ان اللحظه لحظه تينا مسؤوليه جسيمة علينا كاملين، على عواتقنا كاملين، وإحنا إن شاء الله أهلا لها، وراجين الجماعة الأخرى وذاك هو تمنياتنا أنها تعود أهلا لها وتعود جاية زادية ملي بنفس الصدق ونفس النوايا الحسنة.
نعم، القيادي في حزب التكتل ومسؤول الإعلام لذات الحزب الدكتور الإمام أحمد والمحمدو، شكرا جزيلا لك، كنت معي هنا في الاستديو. شكرا جزيلا. طلب تجمع شباب دولة القانون في ندوة له مساء اليوم نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم البحبيني بالترشح للرئاسيات المقبلة، وقال المجتمعون إن الظروف الحالية تملي تدخل مرشحين من الشباب بغية تجديد الطبقة السياسية على حد قولهم. بالتالي لازم نقوم بالمسؤولية من أجل تغيير واقع مؤلم، واقع الشعب الوحيد اللي تعمل المراهقة تشرد الهضره، هذا شمل الهضره قالوا مازال فم طبقة سياسية، هو أنا طبقة سياسية شايخة جدا وقديمة وما بيجد عقلنا عليها وباتنا عقلوا عليها، وذلك نبقوا الشباب جدد تعود صباحتها بيضاء كيف أحمد سالم والبحبيني، وعنده نضال حقوقي وعنده نضال سياسي معروف على الواجهة وفي التاريخ المتوسط، وبذلك المناسبة طالبين الأستاذ والنقيب أحمد سالم والبحبيني للترشح. أعلنت مصادر في الشركة الوطنية لصناعة والمناجم سنين عن وفاة شخصين من ضمن عمال الجورنالية في مدينة واديبو بسبب حادث أثناء العمل يتعلق بالصيانة، وكان أحد عمال الشركة قد فارق الحياة منذ قرابة أسبوع في مدينة زويلات، وبهذين الحادثين تتزايد حوادث العمل في شركة السنين. تقرير لمن محمد أحمد من واديبو. حادث عمال شركة سنين في مدينة واديبو ليس الحادث الأول في تاريخ هذه المؤسسة التي يصفها البعض بالمؤسسة الأكثر حوادث في موريتانيا، ولا يبتعد عن حوادث الأمس والسنوات الماضية التي خلفت مئات الضحايا واليتامى والمعوقين على مدى أكثر من 40 سنة. هي عمر هذه المؤسسة الوطنية. اليوم توفي عاملان في هذه المؤسسة هما حسن السيدي وعلي نور الشيخ جراء حادث عمل يرجعه العديد من العارفين بكواليس هذه المؤسسة إلى عدم الأخذ بأسباب السلامة في واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما وإن العديد من هذه الحوادث يذهب ضحيتها العديد من العمال غير الرسميين الذين لا يمتلكون. قالت مصادر إخبارية إن الحكومة الموريتانية منحت قطعة أرضية قرب مطار نواكشوط الجديد لصالح رجل أعمال أمريكي ينوي بناء أكاديمية للطيران ستكون الأكبر في منطقة غرب إفريقيا، وستضم مصنع لإنتاج قطع غيار الطائرات ومركزا للتدريب. وبحسب مصادر مقربة من السلطات الموريتانية فإن رجل الأعمال الأمريكي زار موريتانيا عدة مرات بعد لقاء جمعه بسفير الموريتاني في واشنطن. توصلت الحكومتان الموريتانية والسنغالية إلى اتفاق في مجال الانتجاع بالنسبة للمواشي عبر حدود البلدين، وذلك في ختام اجتماع للجنة مكلفة بمتابعة الملف انعقد في مدينة سيلوي بحضور أعضاء في حكومة البلدين. وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها مجموعة من التوصيات تتعلق بتنظيم وضعية المواشي الموريتانية المنتجعة الموجودة على الأراضي السنغالية، إضافة للسماح بالانتجاع عبر الحدود للمواشي الموريتانية والسنغالية في كلتا الدولتين. عبرت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية عن رغبتها في بناء ميناء في المياه العميقة بنواديبو، جاء ذلك خلال زيارة رئيس سلطة منطقة نواديبو الحرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد التقى رئيس منطقة نواديبو الحرة بوزير الاقتصاد الإماراتي وقدم له شرحا مستفيضا حول منطقة نواديبو الحرة، كما استعرض له فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد. من جانبه عبر وزير الاقتصاد الإماراتي عن أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع موريتانيا واستعداد بلاده لمواكبة موريتانيا في مسيرتها التنموية. وكان الوفد الموريتاني قد تلقى دعوة من شركة موانئ دبي العالمية التي استقبلته في مقرها، وينتظر أن يقوم نائب رئيس هذه المجموعة البنا بزيارة لنواديبو في بداية شهر مايو المقبل. انتخب المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن عضو المكتب التنفيذي أمين التقنيات الجديدة في الحزب خالد والعابدين السيدي أمينا عاما خلفا للأمين العام السابق حمزة والعمر. كما ناقش المكتب خلال الاجتماع موضوع تنظيم مؤتمر الحزب قبل الانتخابات الرئاسية، وقد صادق المجلس على تنظيمه بعد الانتخابات حيث تم رفض مقترح يدعو لتنظيم مؤتمر بأعضاء المكتب التنفيذي والمستشارين البلديين للحزب الذين تم انتخابهم خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. كما قرر المكتب تنظيم ورشة تكوينية للمستشارين التابعين للحزب حول التنمية المحلية خلال الأسبوع القادم في عاصمة الحوض الغربي العيون. يعاني سكان الفلانية التابعة لمقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي من غياب البنى التحتية
حيث تفتقد هذه المنطقة التنموية للنقاط الصحية وكذا المؤسسات التعليمية، ناهيك عن الغياب التام للمدارس الابتدائية. الوطنية زارت الفلانية وتحدثت مع بعض السكان. الفلانية في الحدود تعب عليكم مني، ما عندنا بلدية أولا قبل كل شيء، ما عندنا بلدية ولا عندنا عمدة ولا عندنا نايب ولا عندنا شيء أسوه شنو. والعبد العزيز محمد العبد العزيز قالنا رئيس الفقراء، نحن في منطقة في الحدود قالنا الفلانية ما رد البال لنا، ونختار نقول العبد العزيز علينا فاصلين في حد يعرف لنا شوف قضية الطب والماء، على ان نعانوا من قضيه الماء بشكل لا يتصور. في قضيه الطب يا مسرد ناص فيه دقه واحده وبكيكه بذل 3500 وقيه، وهذا لا شريته انا ولا شراه واحد ثاني، قد اشتريه بقى واحد ثاني ما عنده خمس وقيات. طالبين منه يقرا لنا العزله، معزله عن جميع موريتانيا، معزله عن جميع موريتانيا. قطع الماء يقمر علينا من الصيف، ولا تقطع النوته ولا امرض حد ما يقدر يقطع الكوبني ولا العيون. ان جاتنا صار دارنا لا نصيصه، لكن تسمعتني بي وقات مدرستنا كلها دوسة فيها لها واربع بيسنق فوقها، هذا ما هو مريض ثاني. تعاني مقاطعة الأقصر الأقدم في العاصمة نواكشوط من تناثر قطع غيار الخردة في الشوارع وبين البيوتات، خاصة في سوق بيع قطع غيار السيارات المستعملة والمعروف محليا بسوق النحارة، مما غير الوجه الحضاري للمقاطعة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. سوق بيع قطع غيار السيارات المدعومة والقديمة بعد تفكيكها المعروف بسوق النحارة وبما يوفره هذا السوق من قطع نادرة وبسعر أرخص عن باقي أسواق استيراد قطع الغيار المستعملة والجديدة، إلا أن المتجول في هذا السوق لا تخطئ عينه حجم النفايات المتمثلة في هياكل السيارات المتهالكة والماكينات والقطع الأخرى المرمية والمتراكمة وبقايا الزيوت. والله لازم يوت اللي قصوا العمال يخلصوا دينا فوت خلص الشارع مساء مباريات معرمة حتى المرسين تقصت حاجة مباريات معنا دار، ونحن كل شهر خلصوا دراي وكل سنة خلصوا زنفو معنا هاي ما خلصوا يقفل باتش ليش. برغم القطاع الكثيرة التي يوفرها أصحاب محلات هذا السوق، إلا أن مصدرها يبقى مجهولا أحيانا مما يضع عليها إشارة استفهام. النحارة هو حد بوتيكو ويخلص للشهر، ما هو يجي يسارق ويشتري، هو يشتري السرقة غير ياسر من اللي شاط خارج واحد يقدر يسرق الوتات قاعد في الخلق وينحروهم ويجوا للنحارة ينقال سرقوه من النحارة غير ما يبقى بيئة السوق. هذا السوق اللي هون ياسر من الزمن من الخمسينات، هو هون هون الرجال جاوا مزاروا الشبان ورائهم شوابين والسراق في كل بليدة كل بليدة غير بعد طبيعة السوق يجي السراق ويجي ذاك فريق غير مولى بوتيك ونحار ما هو ليشري سمسرو من يسرق ليت نحكم. ليبقى السؤال مطروحا وبشدة، أين الرقابة والجهات المسؤولة؟ الآن إلى جديد الرياضة مع أبو بكر تورو. سيغادر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون العاصمة نواكشوط يوم الثلاثاء متوجها صوب العاصمة الموريسية بورلويس لملاقاة المنتخب الموريسي بالعشرين من الشهر الجاري في إطار منافسات إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الأمم الإفريقية المغرب 2015، بعدما تقلب المرابطون على ضيفهم منتخب جزر الموريس في موقعة الذهب التي انتهت لصالح المرابطون بهدف دون رد. وستستغرق رحلة بعثة المنتخب الوطني إلى جزر الموريس مدة 3 أيام، ستشهد توقفين في كل من الجارة السنغال والعاصمة الإماراتية دبي قبل الوصول إلى الموريس في 17، أي قبل 3 أيام من موقعة الإياب. رغم أنها مدينة عمالية ويشكو ساكنتها من غياب استثمارات ضخمة، إلا أنها من أكثر المدن الموريتانية نظافة، فقل أن تصادف في أي من شوارع زوالات قمامة أو أوساخا متناثرة. زوالات مدينة نظيفة في سياق تقرير أحمد بدي. مدينة زوالات عاصمة ولاية دير الزمور تشهد حركة عمرانية كبيرة، مطار المدينة أشغاله متقدمة،
أما الملعب الكبير الذي تعول عليه عصبة الشمال الرياضية فقد دخل حيز التنفيذ. المواطنون يستبشرون خيرا بهذه المشاريع الإنشائية، لكنهم يأملون زيادتها ويعتقدون بأن التفاتة السلطات إلى المدينة جاءت متأخرة. بالنسبة لها هذه كانت منسية، بما أن فيها أكبر شركة وطنية للصناعة المناجم السينمائية الحمد لله ما جاهل أحد، يقال كانت كان ما كانت المدينة مراسم جابرة فائدة من ذي الشركة اللي هي فيها، شهدت المدينة لفتة نوعية فهمت، والحمد لله رأينا فائدتها باطل في الاستاد شفته، بما أن بعد ما أنا مصوزين وقاعد نختاره بعد يعود أكبر من ذا والله قاعد دارنا فيه بعد ششبة يقال بعد مولدي الحمد لله لا 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 بداية خير. بما أن الولاية هون كانت قايبة بتاتا شين قالوا الولايات، وهي الولاية الوحيدة موريتان اللي ما كانت ملتفتة لها الدولة، اليوم صبحت فيها وانشئات للدولة، صبحت الدولة بعد قاعد حاضرة فيها، هي كانت حاضرة فيها لا سنين، كانت تعرف لا سنين ونين يخليك شين قالك حان يجي سنين، اليوم صبحت الدولة لاحظنا على الدولة عادت تشاف تقدر تعود لا ما هي لعبة حتى ذاك العليا كامل، نحن موريتان بزنا نحمل الدولة يا سمرسلية يا قارب بعد اللي راعوا في الدولة جات راعاتون عادتنا استاد وعادتنا هذا ما طالت راعوا فيه. اللافت في مدينة زويرات هو نظافتها وانضباط سكانها مع إملاءات المدينة، فقل أن تشاهد في أزقتها أو ساحاتها العمومية قمامة أو أوساخا أو جثث دواب نافقة، كما أن الشوارع تخلو في أغلبها من الحفر التي تسم عادة شوارع مدننا الكبيرة. حين تتجول في شوارع المدينة تحس أن المواطنين جزء من نظافة مدينتهم، فقل أن يرمي أحدهم الأوساخ إلا في مكب القمامة. ملتقيات الطرق رقم ضآلة ما صرف في إنشائها تبدو مرتبة بعناية، وكأنها تقول لبقية مدن موريتانيا لو نظف كل امرئ أمام بيته لبقية المدينة نظيفة، حتى لو غابت عنها الاستثمارات وبقيت معتمدة على شركة واحدة تشاركها في ريعها البلاد بأسرها. أحمد بدي الوطنية. نذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم متابعة حلقة جديدة من برنامج مع الحدث تتناول تطورات الحوار اليوم بين الفرقاء السياسيين السلطة والمنتدى أو المنسقية. وإلى هنا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلسات الحوار تبدأ بقصر المؤتمرات بعد يوم حافل بالتعثرات والمعارضة تصر على حكومة التوافق. وفاة شخصين من عمال سنين في نواليبو في حادث عمل هو الثاني خلال أسبوع. سكان الفلانية يشكون غياب البنى التحتية ويطالبون بتنفيذ الوعود. وفي النشرة أيضا تابعتم المدينة المنجمية الأولى هي الأنظف داخل البلاد. أطيب المنى والسلام عليكم.